تحية للحاضرين الكرام. سأتلو كلمات الأستاذ محمد المعلمي الذي تعذر عليه الحضور لمشاركتنا في هذه الجلسة الجميلة والمفيدة بما استمعنا إليه. إذن سأقرأه جزءا من هذه الورقة التي أرسلها وعنوانها الحصيلة والفوائد من خلال يعني كتابته بطبيعة الحال لهذه الرحلة. كانت حصيلة الرحلة كثيرة وفوائدها جليلة، حرصت على ذكرها في ثناياها من خلال ما شاهدته وعاينته وعايشته وسمعته. أذكر من ذلك تمثيلا لا حصرا ما يلي. أولا، لفت انتباهي خلال زيارتي مكتبة مدينة بينوني، وهي مدينة متوسطة من حيث عدد السكان، موقعها الجميل وفخامة مبناها المتكون من 3 طوابق، وزخارة محتوياتها القديمة والحديثة من كل العلوم والآداب والفنون وأنواع الرياضة باللغتين الرئيسيتين في البلد، الإنجليزية والأفريكانس، وحسن ترتيبها وتبويبها في رفوف أنيقة مما ساعد على ارتفاع نسبة القراءة التي استخلصتها من الاطلاع على بطاقة إعارة عدة كتب. ثانيا، شاهدت بأم عيني إقبال تلاميذ المؤسسات التعليمية بلباسهم المدرسي على زيارة المتحف الفخم والرائع الواقع في قلب مدينة جوهانسبورغ رفقة مؤطريهم. وهذا المتحف نظمت محتويات طوابقه 5 تنظيما في غاية الدقة، تمكن الزائر وهو يجوب أروقته من أخذ نظرة شاملة عن المراحل التاريخية التي مر بها البلد من مرحلة الرق والعبودية إلى غاية اللحظة التي تصافح فيها نيلسون مانديلا مع فريدريك دوكليرك آخر رئيس أبيض لجنوب إفريقيا. ثالثا، عاينت عن كثب ازدهار السياحة الداخلية والخارجية في هذا البلد، وذلك راجع إلى العناية الفائقة التي توليها قيادة البلاد لمعالمها التاريخية والثقافية، وحرصها على وسمها بميثم أفريقي تتجسد فيه مهارة المعماريين والفنانين من أبناء البلد المعتزين بهويتهم الإفريقية. هذا فضلا عن توفير ظروف الاستقبال الجيدة للسياح على كافة الصعد، جودة المطاعم ونظافة الفنادق وجمالية المنتزهات وتوفير وسائل النقل المريحة إلى غير ذلك. رابعا، لمست الرواج التجاري الذي يعم البلد في مختلف المراكز التجارية الكبرى التي زرناها، وذلك بفضل سياسة التشجيع الاستثمار، إذ يتم حث المواطن منذ صباه على حب العمل وابتكار المشاريع المدرة لدخل محترم. هذا علاوة على التسهيلات الممنوحة لكل مواطن لتغطية مختلف مقتنياته وتيسير سبل أدائها دون إرهاق ميزانيته. خامسا، أعجبت وأسرتي أيما إعجاب بنظافة الأماكن التي ولجناها وأناقة الشوارع والفضاءات التي مررنا بها وانضباط أبناء البلد للقوانين المنظمة لحياتهم وصهر أجهزة الدولة على تطبيقها دون تمييز أو محاباة. وقد لاحظنا هذا منذ اجتيازنا إجراءات المطار بخفة ويسر، وكذلك في احترام الجميع لقانون السير وعدم اختراق صفوف الانتظار في محطات نقل المواطنين. ولعل أكبر شاهد على هذا الانضباط هو نجاح أبناء هذا البلد في تشييد ملاعب رياضية ضخمة لكرة القدم بمواصفة هندسة أفريقية قبل سنوات من موعد تنظيم بطولة العالم لعام 2010 التي نالت دولة جنوب أفريقيا شرف احتضانها. مسك الختام، لما كنا في ختام الرحلة البهية غمرتنا مشاعر جياشة امتزج فيها فيض من التأثر والمحبة والشوق، لأننا نودع أعز أهلنا وأنبلهم في هذا البلد الإفريقي العظيم، ولأننا مولون وجوهنا شطر أرض المغرب المباركة، ولسان حالنا ينشد قول الشاعر: بلادي لا يزال هواك مني كما كان الهوى قبل الفطام.
فالحمد لله الذي هيأ أسباب الرحلة ويسر سبلها وسخر وسائلها وأحاطنا بحفظه ولطفه في غدونا ورواحنا، والحمد لله رب العالمين. بهذا يختم السي محمد المعلمي كلمته، وأقول قولي هذا وشكرا لكم. على هذا الجهود ربما لنا 5 دقائق لتفاعل إخوان الحاضرين، سنأخذها من وقت المركز، فمن له أن يتقدم بملاحظة أو سؤال فله ذلك.